أنا الطالب أمجد سيوفي سنة خامسة هندسة تصميم ميكانيكي بجامعة دمشق. أنا بعلن إضرابي عن الدوام والمخابر والامتحانات لأني ملتزم بإضراب الكرامة كرمال حلم كل شهيد فدى سوريا بروحه، كرمال كل الانتهاكات اللي عم تصير ضمن الحرم الجامعي. وكمان أنا ملتزم بإضراب الكرامة حتى أقدر أبني سوريا اللي بنحلم فيها، وحتى ما نتهجر برات البلد بسبب نهب خيرات البلد وسوء استثمار مواردها، لتاخذ سوريا موقعها اللي تستحقه بين كل الدول. أنا بدعو كل طالب حر لأنه ينضم لإضراب الكرامة لحتى نكون إيد واحدة لبناء سوريا. وعاشت سوريا.